نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. في ظل التطور المتسارع والخطير للأحداث في لبنان، تخصيص رحلة جوية خاصة غدا الثلاثاء لنقل 260 تونسيا مقيما بلبنان يرغبون في العودة إلى البلاد. حوالي 110 شهداء في العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني والبقاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي النشرة، قراءة في التمدد الصهيوني في المنطقة على طريق تنفيذ خارطة الشرق الأوسط الجديد. في الشأن الوطني، تونس الأولى في شمال إفريقيا والثالثة إفريقيا في مجال إرساء الإدارة الإلكترونية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من حملات تصيد إلكتروني. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. في ظل التطور المتسارع والخطير للأحداث في لبنان، أفادت سفارة تونس ببيروت بأنها تنظم غدا الثلاثاء رحلة خاصة على متن الخطوط الجوية التونسية لفائدة 260 تونسيا مقيما بلبنان كانوا عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية لأرض الوطن. وأوضحت أنه تم تحديد قائمة 260 مواطنا المعنيين بالعودة في هذه الرحلة من بين 404 مطالب حجز تلقتها السفارة. وأضافت أن تحديد القائمة أخذ في الاعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية وفقا لجملة من المعايير. وأكدت أنه يتم العمل والتنسيق بشكل حثيث للأخذ في الاعتبار كل الطلبات المقدمة للسفارة، وسيتم الإعلان عن كل الإجراءات التي سيقع اتخاذها في الإبان. 109 شهداء و364 جريحا حصيلة العدوان الصهيوني أمس على الجنوب اللبناني والبقاع وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وشنت قوة الاحتلال اليوم غارة جوية على منطقة الكولا في قلب بيروت، وذلك في أول استهداف من نوعه خارج الضاحية الجنوبية للعاصمة. الغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية قبيل فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في المنطقة ذات الأغلبية السنية التي تقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار رفيق الحريري. وقد نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاثة من قياديها استشهدوا في الغارة الإسرائيلية. وبالتوازي، شنت الطائرات الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم غارات متتالية على البقاع، واستهدفت إحدى الغارات معبر جديدة يابوس السوري الحدودي مع لبنان. كما هاجمت قوات الاحتلال بعشرات الطائرات محطة للطاقة وميناء الحديدة في اليمن ردا على صواريخ الحوثيين، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء و33 جريحا في حصيلة أولية للهجوم. في المقابل، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت فجر اليوم بسرب من الطائرات المسيرة هدفين منفصلين في إسرائيل، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرة كانت في طريقها إلى إيلات. وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر إن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع، مؤكدا أن الجيش الأمريكي قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة. التمدد العسكري الإسرائيلي في المنطقة وعلى أكثر من واجهة له استتباعاته إقليميا على طريق تنفيذ خارطة الشرق الأوسط الجديد، واقتصاديا عالميا لسحب البساط من الصين لصالح الهند وبسط السيطرة الإسرائيلية. التفاصيل مع كريم المرواني في التقرير التالي.
نجح الكيان الصهيوني في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله سيمكنه من التمدد داخل فلسطين وخارجها، حسب الأستاذ المختص في القانون العام والعلوم السياسية في الجامعة التونسية إبراهيم الرفاعي. هذه القيادات ترتبط بتغيير وجه الشرق الأوسط كما صرح نتنياهو، وأيضا تلك الخرائط التي كان قد نشرها مؤخرا وتحدث فيها أنه ضفة غربية غير موجودة، أيضا الخارطة التي كان يعني قد رفعها في الأمم المتحدة قبل 7 أكتوبر والتي فيها نوع من التمدد خارج فلسطين لتشمل أجزاء من دول عربية أخرى، بما في ذلك القيام بعمليات محدودة في جنوب لبنان والبقاع وأيضا بين سوريا ولبنان في سياق لبنان جديد، وبالتالي التحكم في المشهد اللبناني في سياق التحكم في مشهد الشرق الأوسط. الأستاذ والمختص في القانون العام والعلوم السياسية في الجامعة إبراهيم الرفاعي أكد أن هذه التصفيات ستغير أيضا الخارطة الاقتصادية في أوروبا والعالم لصالح إسرائيل وحلفائها. إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط باتجاه هيمنة إسرائيلية لقطع طريق الحرير الصيني لفائدة طريق الحرير الهندي، بما تتحكم فيه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأمن الطاقة الأوروبي خاصة بعد الحصار المضروب على تصدير الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتفرد الأمريكي البريطاني الإسرائيلي بفرض مثلث يطبق على أوروبا بما يخضعها إلى أوروبا جديدة إلى جانب شرق أوسط جديد. وفي هذا السياق يجري محاولات الهيمنة على الطرق البحرية العالمية والمضائق والتجارة العالمية. اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله ضربات موجعة للمقاومة في فلسطين ولبنان، إلا أنها لن تضعفها بل ستزيدها إصرارا وصمود في وجه العدوان الصهيوني وداعميه. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم مدرسة في حي السلاطين ببيت لاهية. يأتي استهداف هذه المدرسة بعد ساعات من قصف مدرسة أم الفحم التي تؤوي نازحين في حي السلاطين في بيت لاهية، وكان العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة قد خلف أمس 14 شهيدا وعددا آخر من الجرحى. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار دائما من الإذاعة الوطنية التونسية. أوصى المنتدى السنوي السادس للاستثمار التونسي الليبي الجزائري في ختام أشغاله أمس بجزيرة جربة بضرورة فتح معبر مشهد صالح بين تونس وليبيا وبعث خط بحري بين جرجيس وطرابلس وربط مطار جربة بخطوط جوية مباشرة مع الجزائر وليبيا، هذا إضافة إلى فتح سوق تجارية مشتركة بين البلدان الثلاثة. رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسي الليبيين عبد الحفيظ السكروفي. حبوا ماذا بينا جربة تكون فيها الطيران يجي من الجزائر ويجي من بنغازي ومن طرابلس ثم مدينة أخرى مدينة زنتان، ماذا بينا الطائرة بين زنتان وتونس. ونحبوا أهم حاجة اللي هي من سير طالبينا الناير غليسور بين طرابلس وجرجيس، هذا باش يسكروا علينا المعبر يوليوا الناس يجيوا بالطريقة على طريق البحر. فتح معبر بير صالح باش نحبوا زادها باش نعملوا الطريق من جابس إلى جنوب الجزائر بحيث البضائع اللي قاعدة تجي من خاصة من آسيا بلاصتها تمشي لألجيه صاحب الجنوب الجزائري أقرب لهم كيجيوا عن طريق جابس. بالنسبة للموقف جابس معبية بالزبال من القصوات، نحبوا إعادة الرزق لمتاحهم، نعطيه مشاريع صغرى للعاطلين على العمل. والحاجة الأخيرة جلب المستثمرين للمنطقة الحرة من جرجال. سيد رئيس ديوان الرئاسي الليبي سيد أحمد بشير اقترح أنه المنطقة زي باش نعملوه في حول بلاد ليبيا المرة الجاية ممكن قبل أسلام، وباش نعملوا منطقة آخر نفس الملتقى باش نعملوه في الجزائر. واحتضنت مدينة توزر أمس الاجتماع التحضيري الثاني للملتقى الدولي للاستثمار بين تونس والجزائر وليبيا قصد وضع الخطوط الرئيسية لهذا الحدث الذي ينتظر أن تحتضنه مدينة توزر خلال الأشهر القليلة القادمة.
كشف مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، كشف أن تونس وجنوب أفريقيا والغابون وغانا وجمهورية موريشيوس لا تزال بلدانا رائدة في مجال إرساء الإدارة الإلكترونية في مناطقها، محافظة بذلك على مراكزها المتقدمة في تصنيف سنة 2022. وحافظت تونس وفق تقرير الحكومة الإلكترونية 2024 تسرع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة على مرتبتها الأولى في شمال إفريقيا، متقدمة في التصنيف القاري لتحتل المرتبة الثالثة بعد أن كانت رابعة سنة 2022 حسب ما جاء في الموقع الرسمي لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من تفاقم حملات التصيد الإلكتروني والإعلانات الإشهارية عن جوائز للربح خلال هذه الفترة، ودعت مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي إلى تجنب النقر على الروابط والصور الموجودة بالرسائل المشبوهة أو تداولها لتفادي إحداث الضرر بالأجهزة المستعملة واختراقها مع عدم الإدلاء بمعطياتهم الشخصية. تمت بولاية الكاف برمجة نحو 200,000 هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما بلغت المساحات المحروثة نحو 50% من المساحات المبرمجة بالتوازي مع تواصل عمليات تزويد الفلاحين بالبذور والأسمدة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف كمال الدريدي. في موسم الزراعة الكبرى لتحضير الأرض حاليا وصلنا في حدود 50% من الحراسة اللي هي تشمل 200,000 هكتار كمساحة جملية للحبوب و 63,000 هكتار كمساحة قمح صلب، واللي هو الغاية منه تحقيق الهدف الاستراتيجي اللي وضعته الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقمح الصلب. وعندنا الميزان تاع الكيف بتبيع 127,000 هكتار شعير. المساحة هذه كلها فيها 5500 هكتار هي مروية من السدود والآبار اللي موجودة عندنا في الجهة. بالنسبة للبذور، انطلقت عملية تحضير البذور الشعير مع ديوان الحبوب منذ شهر جويلية، تمت التصفية والتنقية، وحاليا قاعدين يعملوا في المدوات بتاع الحبوب الدهماني. الكميات اللي خصصتها لنا المركزي للجهة هي 27,800 قنطار قمح صلب و 55,000 بذور عادية بتاع شعير، والبقية بطبيعة لنا حاجاتنا الجملية قريبة في حدود 330,000 قنطار. قدرت صابة الزيتون لهذا الموسم بولاية مدنين ب 115,000 طن من الزيتون، أي ما يعادل نحو 23,000 طن من الزيت لتتجاوز صابة الموسم الماضي بنسبة 220%، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عمار حواص. وأضاف حواص أن أكثر من 50% من الصابة تم تسجيلها بمعتمدية جرجيس، وتعتبر ولاية مدنين منطقة هامة في غراسات الزيتون تمتد بها الغابة على مساحة 206,000 هكتار وتعد 5,100,000 أصل زيتون. 7:13 بتوقيت تونس، 9:13 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألفا بشير ومرئيا عمر الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. في ظل التطور المتسارع والخطير للأحداث في لبنان، تخصيص رحلة جوية خاصة غدا الثلاثاء لنقل 260 تونسيا مقيما بلبنان يرغبون في العودة إلى البلاد. حوالي 110 شهداء في العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني والبقاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي النشرة كنا تابعنا قراءة في التمدد الصهيوني في المنطقة على طريق تنفيذ خارطة الشرق الأوسط الجديد.
في الشأن الوطني، تونس الأولى في شمال إفريقيا والثالثة إفريقيا في مجال إرساء الإدارة الإلكترونية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من حملات تصيد إلكتروني. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.